مشاهدينا الكرام في الحلقه الاولى من برنامج خاصك تعرف. هي مجموعه من الحلقات لانها ارتباط معلومات هامه للراي العام وراي القانون فيها. فكرنا نبداو اولا نعرفوا بمهنه المتاعب. هادشي علاش هاد الحلقه الاولى نخصوها للحديث على الميثاق الوطني لاخلاقيات مهنه الصحافه. الدستور المغربي المادة 28 نص على أن حرية الصحافة مضمونة وما يمكنش نقيدها بأي شكل من أشكال الرقابة، ولجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء ديالو، كل حرية، لكن مع احترام الضوابط القانونية والأخلاقية اللي ينص عليها هذا القانون. السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية وأيضا على وضع القواعد القانونية والأخلاقية. حق الناس في الإعلام أعطى الصحفيين بزاف ديال الحقوق، أيضا عليهم العديد من الواجبات باش نضمنوا إعلام يكون مهني حر صادق متعدد ومسؤول. الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة قسمها لأربع أنواع ديال الواجبات. الأولى هي المسؤولية المهنية، الثانية المسؤولية إزاء المجتمع، الثالثة الاستقلالية والنزاهة، أخيرا الحماية والحقوق. شنو هي المسؤولية المهنية؟ الصحفي من الواجب عليه أنه يبحث على الحقيقة بطرق مشروعة ويتجنب طرق النصب والاحتيال، خاصو يقلب على الحقيقة اللي ما فيهاش الكذوب، معلومات صحيحة، كذلك يوصلها بشكل شريف ومهني. النقطة الثالثة معالجة الخبر، وهنا خاص الصحفي ينشر غير المعلومات الصحيحة واللي فيها دليل قاطع. إذا كانت هناك معلومات مشكوك فيها، الجمهور من حقه يعرف أن المعطيات فيها شك. خاصنا نقولوا هذه المعطيات المشكوك فيها بشرط ان هذا الشك ما يضرش بسمعه الاخرين سواء كانوا افراد او مؤسسات، وخاص الصحفي يبحث مزيان ويدقق من الاحداث والقضايا اللي كتهم الراي العام بكل نزاهه وموضوعيه. وصلنا للنقطه الرابعه اللي كتهضر على تزوير المعطيات. هذا الميثاق يلزم الصحفيين بالنزاهه في الاعلان على معطياتهم للجمهور ومنع كل تحريف في هويه العاملين او مهامهم او تزوير في عدد القراء او استعمال زوار وهميين. النقطه الخامسه الاخراج او التمثيل، يعني خاص الصحفي ينبه الجمهور في حاله اعاده تمثيل الوقائع في حاله الاستعانه بها كوسيله للاستيعاب الجيد للاحداث. في المواد الاعلاميه كما يجب التنبيه الى استعمال صور من الارشيف واي مواد صحفيه كفيله بخلق لبس لدى المتلقي. سادسا حريه الراي، الراي من حيث المبدا حر وما يمكنش نقيدوه باي شكل من الاشكال، لكن خاصكم تعرفوا انه ماشي عشوائي، خاصو يكون مبني على وقائع صحيحه. سابعا مصادر الاخبار، مصادر الاخبار خاص تكون معلومه يتم التعامل معها بحس نقدي ويعرف بها، وإلا دعت الضروره الملحه لعدم الكشف عن المصادر خاص الصحفي يحمي حق المصادر ديالو في سريه تامه الا في الحالات اللي كيحددها القانون. ثامنا الوصول الى المعلومات، الصحفي خاصو يتجنب اللجوء للطرق والوسائل غير النزيهه للوصول الى المعلومات والاخبار. تاسعا الواجب كيحتم عليك تقديم مواد بشكل يستطيع معها المتلقي تمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، حيث الخلق بين المعطى الخام والراي الشخصي يعتبر خداع. ممنوع على الصحفي والمؤسسات الصحفيه استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطو. أخيرا التعدد والتوازن، كتعتبر وسائل الإعلام منتديات للنقاش العمومي وخاصها تحرص على تعدد الآراء والتوازن ديالها بطريقة تخدم لنا حق الجمهور في إعلام حر متعدد ديمقراطي ويكون وجهة نظر تكون مبنية على معطيات متكاملة. شكرا لكم، كانت هذه الحلقة الأولى من برنامج خاصك تعرف اللي تكلمنا فيها على المسؤولية المهنية.
موعدنا يتجدد معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله.